السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من آخر خلاص، معكم محمد نور الدين. متابعين الكرام، ترتيب فرق الدوري الألماني وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباريات اليوم السبت 20/4/2024 في الجولة 30 من الدوري الألماني. اليوم في الفسبورغ فازت على بوخم 1-0، كولن خسرت من دارمشتات 0-2. عندنا هوفنهايم فازت على بروسيا ومنشنغلادباخ 4-3، وهايدنهايم خسرت من لايبزيج 1-2. احرز دفاعي لايبزيج بنجامين سيسكو في الدقيقة 42 ولويس اوبندا في الدقيقة 85. ويونيون برلين خسرت من بايرن ميونخ 1-5. احرز هدف يونيون برلين يوربي في الدقيقة 90. اهداف البايرن عن طريق ليون غارتسكا في الدقيقة 29، هاري كين في الدقيقة الاولى المكتوب رضاف في الشوط الاول، توماس مولر في الدقيقة 53، ماتيستيل في الدقيقة 61، وتوماس مولر في الدقيقة 66. بدأت الجولة 30 متابعينا الكرام أمس الجمعة 19/4/2024، أينتراخت فرانكفورت فازت على أوكسبورغ 3-1. هنتعرف الآن على ترتيب فرق الدوري الألماني وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباريات اليوم السبت في الجولة 30. المركز الأول متابعينا الكرام، نادي باير ليفركوزن متصدر الدوري في المركز الأول 79 نقطة. هو خلاص أصلا مش متصدر، بس هو أصلا خلاص حصل على الدوري الألماني وقبل انتهاء الجولات بأربع جولات، خمس جولات كمان، هو 79 نقطة حاليا ولسه ما لعبش مباراته. وبايرن ميونخ 66 نقطة، يعني كده الفرق كام؟ 4 و9 13 نقطة، 4 و9 13، 13. وانت فاضل لك كام ماتش؟ البايرن فاضل لك كام ماتش؟ 4. فالأربعة دول معناها ايه؟ معناها 12 نقطة. فكده خلاص البطل اللي هو باير ليفركوزن رسميا من زمان، يعني الجولة اللي فاتت 79 نقطة. بايرن ميونخ المركز الثاني 66 نقطة، شتوتجارد المركز الثالث 63 نقطة، لايبزيج المركز الرابع 59 نقطة، بروسيا دورتموند المركز الخامس 56 نقطة، اينتراخت فرانكفورت المركز السادس 45 نقطة، اوكسبورغ المركز السابع 39 نقطة. عندنا مين؟ هوفنهايم المركز الثامن 39 نقطة، فرايبورغ المركز التاسع 39 نقطة، هايدنهايم المركز العاشر 34 نقطة، بروسيا مونشنغلادباخ المركز 11 31 نقطة، فيردر بريمان المركز 12 31 نقطة، فولفسبورغ المركز 13 31 نقطة، يونيون برلين المركز 14 29 نقطة، بوخوم المركز 15 27 نقطة، ماينز المركز 16 26 نقطة، كولن المركز 17 22 نقطة، دارمشتات المركز 18 والأخير 17 نقطة. ترتيب الهدافين في المركز الأول متابعينا الكرام، هاري كين لاعب بايرن ميونخ سجل 33 هدف. في المركز الثاني سيرو غراسي لاعب شتوتجارد 25 هدف. في المركز الثالث لويس اوبندا لاعب لايبزيج 23 هدف. المركز الرابع دينيس اونديف لاعب شتوتجارد 16 هدف. اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. انا معكم محمد نور الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.